السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الحجيج يبدأون النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وأداء صلاتي العصر والظهر. الصحة توجه نداء بتمكين الطواقم الطبية من الوصول للأحياء لإسعاف المصابين في عدن. الأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة النازحين في الجوف ومناشدات بإنقاذهم. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري 1440 هجرية بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. هذا ومن الله على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج وتنوعت جنسياتهم واختلفت لغاتهم وألسنتهم، غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته. وكانت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام توافدت منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن. ودعا الشيخ محمد آل الشيخ في خطبة عرفة المسلمين إلى تقوى الله والالتزام بالتوحيد وإفراد الله بالعبادات، كما دعا إلى أن تكون الرحمة منطلقا وأساسا في كل التعاملات البشرية تأسيا بنصائح وتوجيهات الرسول الكريم. وأكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في خطبة عرفة: إن من الجهود المشكورة مشاريع التوسعات في الحرمين الشريفين ومشاريع تهيئة المشاعر لأداء النسك وترتيب البنية التحتية بها، وقد تتابع ملوك هذه البلاد المملكة العربية السعودية على الاهتمام الفائق برعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين ابتداء من عهد الملك الصالح عبد العزيز رحمه الله. وسأل الله الشيخ محمد آل الشيخ أن يرحم الحجيج ويتقبل منهم حجهم وييسر لهم أمورهم ويكفيهم شر من أراد بهم سوءا، وأن يعيدهم لبلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم، وأن يصلح الله أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم ويوسع عليهم في أرزاقهم ويشفي مريضهم ويتجاوز عن مسيئهم ويغفر لميتهم ويغني فقيرهم ويقضي الدين عن المدين منهم ويجعل بلدانهم خيرا ونماء وتطورا ورفاهية. هذا ويتوجه حجاج اليمن للنفير إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة لاستكمال مناسك الحج. وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية: نحن في عرفة اليوم مع حجاج العالم كله وحجاج اليمن ما يقارب 25,000 حاج أتوا من مختلف محافظات الجمهورية يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة. واعتبر الوزير عطية أثناء زيارته عصر اليوم لمخيمات الحجاج اليمنيين في عرفة إن الحجاج ساهموا في تحقيق النجاح، وذلك بتعاونهم مع الوزارات والوكالات
في تسهيل ونجاح أداء فريضة الحج، وأضاف: نحن اليوم في عرفات وقد رأينا مواطنين وهم يحملون قيم التسامح تاركين وراءهم كل الخلافات سواء الحزبية أو المناطقية أو المذهبية، ملبين بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، وهو ما نتمنى أن ينعكس بعد عودتهم إلى أرض الوطن بقلوب بيضاء صافية متسامحة. وقال الوزير: إن كل الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف تأتي بإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، كما أشاد بالمواقف الأخوية الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تحقيق النجاح وتسهيل وتنظيم عملية الحج وبمستوى متميز يشكرون عليه. رافق الوزير في زيارته وكيل الوزارة مختار الرباش وطارق القرشي. للمزيد ينضم إلينا من المشاعر المقدسة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية. معالي الدكتور، بداية هل يمكن أن تطلعنا على هذا اليوم العظيم، على هذا اليوم كيف مر على حجاج اليمن وعلى الحجيج عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عيد مبارك لشعبنا وقيادتنا، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن اليمن وعن سائر بلاد المسلمين. أمين. وثانيا نحن مستنفرين طاقتنا القصوى في وزارة الأوقاف منذ أول البارح، حيث عملنا 22 لجنة كلها مرافقة للحجيج، تحتوي على 250 موظف يتبعون قطاع الحج والعمرة من بداية التصعيد أول البارح من مكة المكرمة إلى مشعر منى. وبفضل الله لم يصل أمس الصباح الساعة 8 صباحا يوم التروية أمس إلا وقد انتظم عقد الحجيج على صعيد منى لقضاء يوم التروية. وبعد منتصف ليلة البارحة بدأنا بتصعيدهم إلى عرفات على 530 حافلة كلها من أحدث الموديلات 2019 و2020، ولم يتعطل بفضل الله في هذه المسيرة المتنقلة من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم العودة إلى منى أي باص بفضل الله في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وصلوا إلى عرفات صباح اليوم، وكان وصولهم إلى عرفات في وقت قياسي، يعني لا يتجاوز قرابة 4 ساعات إلى 5 ساعات، وهم جميع 25,000 متواجدين على صعيد عرفات. قضوا هذا اليوم في كنف الله عز وجل وهم يبتهلون ويتضرعون الله لليمن وقيادة اليمن وشعب اليمن. ومن حسن الطالع أنه نزل مطر اليوم في عرفات، واستمر هذا المطر ما يقارب ساعتين، وكانت درجة الحرارة غليان قرابة 45 درجة مئوية، وسبحان الله تغير الجو مباشرة وكأنها نفحة ربانية لهؤلاء الحجاج، يؤكد قرب الله عز وجل من عبيده وخلقه سبحانه. قبل هذا اليوم وعند مغيب شمس هذا اليوم بدأت النفرة من صعيد عرفات إلى المزدلفة، وأنا أحدثكم الآن مباشرة من مشعر المزدلفة، حيث يتوافد حجاجنا عبر الحافلات 1000 تلو الآخر لقضاء هذه الليلة في المزدلفة، ثم التحرك يوم غد العيد عيد الأضحى للقيام ببقية أعمال الحج، وهي الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج، والمتمتع سيذبح هديه. كل هذه الإجراءات تمت بسلاسة وإنسياب تام وتجانس، وقد قمنا بجولة اليوم في مخيمات الحجاج ومعي البعثة الإعلامية المصاحبة لنا، وقلنا نحن نريد أن تنتقل المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا أن ننقل اليمن إلى المشاعر والمناسك. حقيقة صورة يعني جذابة تجذب القريب والبعيد، وهي رسالة حتى للساسة على أنه في هذا الجو العظيم تناسى هذا الشعب الذي أتى من كل منطقة، من كل محافظة، من كل مديرية، من كل قرية، تناسوا كل خلافات الحزبية والقبلية والسياسية والمناطقية
آمنوا برب واحد ونبي واحد وقرآن واحد ويدعون لبلد واحد، وهذه تعتبر رسالة لمن يفهم الأمور. وعلى ماذا يدل على ماذا يدل ذلك هذا التناسي وهذا التسامي إن صح التعبير عن كل الخلافات؟ هذا يدل على أن الشعب اليمني شعب واحد من المهرة إلى صعده. نحن رأينا لوحة عظيمة وكبيرة، هذه اللوحة ارتسم فيها الحاج من صعده والحاج من عدن والحاج من حضرموت والحاج من شبوة ومن عمران ومن دمار، يأكلون على صحن واحد، يقتسمون قطعة خبز واحدة، يسكنون تحت خيمة واحدة، يركبون في حافلة واحدة. لم نسمع هذا قال أنت من الشمال، وهذا قال أنت من الجنوب، وهذا قال أنت من صعده، وهذا قال أنت من شبوة. على الإطلاق في رسالة الحج الكبرى تذوب وتتلاشى كل هذه الفوارق، فوارق الأجناس والألوان واللغات والأبدان كلها تتلاشى. وهذه رسالة للجميع، سواء كان في اليمن للساسح للإعلاميين لصناع القرار، أن الشعب اليمني مهما حصلت من المؤامرات لتمزيقه وتفتيته سيظل شعب يمني واحد لا يفرقه إلا رب العزة والجلال فقط لا غير. أما أيادي البشر فإنها تعجز أن تفرق هذا الشعب. ما هي الرسالة التي توجهونها في هذا اليوم المبارك ونحن أيضا على مشارف عيد الأضحى المبارك؟ أنا أوجه رسالتين. الرسالة الأولى للحجاج بأن يستغلوا ما تبقى من هذه المناسك التي يعني تجاوزنا الركن الأعظم منها وهو العمود الفقري للحج وهو يوم عرفة، ويعتبر وصولنا إلى هذه المحطة في هذه الليلة وإلى مزدلفة نعتبره نجاح للموسم كبير. وقد أطلقنا في وزارة الأوقاف اليمنية اسم هذا الموسم الموسم النموذجي، لأنه كان نموذجيا في التفويج، نموذجيا في الحافلات الجديدة، نموذجيا في سلاسة التصعيد بين المشاعر، نموذجيا في توفير الخدمات من مياه وتغذية، نموذجيا في التآلف بين الحجاج. وهذا قد سمعتم وتابعتم عبر وسائل الإعلام انطباعات الحجاج عنه. يستغلوا ما بقي للدعاء لليمن ولرئيس اليمن وقيادة اليمن وحكومة اليمن بأن يجعل الله مستقبل هذا البلد خيرا من ماضيه. والرسالة الأخرى لشعبنا في الداخل الذين يتابعون الحجاج وقلوبهم تتقطع للأحداث التي تحصل هنا وهناك، نقول لهم ثقوا بأن الله عز وجل لن يضيع هذا الشعب ولن يضيع اليمن، فإن المؤامرات من قديم الزمن على هذا البلد ولكنها تبوء بالخسران، وفي آخر المطاف لن يصح إلا الصحيح. هذه قاعدة حقيقية، ولن يغلب عسر يسرين، والحق حق وإن لم ينفذ، والباطل باطل وإن نفذ. هذه رسالة مهمة جدا لا بد أن يسمعها القريب والبعيد. الدكتور أحمد عطية معالي وزير الأوقاف والإرشاد، كنت معنا من مشعر مزدلفة، شكرا جزيلا لك. هطلت أمطار رعدية غزيرة على مشعر عرفات، بللت الحجيج وجبل الرحمة، ورفع الحجاج أكف الضراعة إلى الله أن ييسر لهم حجهم وأن يجيب لهم دعواتهم ويحقق أمانيهم بعد أن قدموا إليها شعثا غبرا تجاوز عددهم في نهار الوقفة أكثر من 2 مليون حاج بحسب الإحصاءات الرسمية. من جهتها أوضحت الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة إن أمطار مشعر عرفة بلغت 30 مليمتر حسب مرصد عرفة حتى الآن، وسرعة الرياح وصلت إلى 100 كيلو في الساعة. وأكدت الهيئة أنها تتابع طقس المشاعر على مدار 24 ساعة بتنسيق مستمر مع الجهات المختصة العاملة على تسيير أعمال الحج. من جانبه دعا الدفاع المدني السعودي حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة أو الموصلة للتيار الكهربائي. يمم وجوههم شطره في كل صلاة، فلما بلغ الشوق مبلغه لبوا نداء، فشدوا الرحال وحلوا ضيوفا للرحمن
في رحاب بيته المبارك العتيق، يتفيؤون ظلال رحمته ويرجون مغفرته، فيغدق عليهم رب البيت عطايا وهبات ومنح وهدايا من عظيم كرمه وسخاء جوده ونعمه. نتابع. ها هم هنا الكل واحد، والملايين على قلب رجل واحد، فلا ألوان ولا أعراق ولا اختلاف ولا فوارق ولا جنسيات ولا تمايز، الكل سواء، والبياض هو لون الفطرة الإنسانية ودالة التجرد والنقع. في كل مشعر دلالات ودلالات، ولكل منسك أبعاد وأبعاد، وعلى هذه الصعد الطاهرة تجسيد واقعي وتأكيد سنوي على عالمية الإسلام الحنيف وإنسانية الملة السمحاء في فضاء كوني يتمهى في مواقيته كل زمان ومكان وإنسان، من بدء الوجود إلى ختام الحياة، ومن أقصى المشرقين إلى أنأ المغربين. هو ذا الإسلام إنسانيا عالميا كونيا أبديا في أجلى تجلياته، سمو روحي على كل الاحتياجات والماديات وعلائق النفس والدنيا والهوى، وساحة سلام يتساوى فيها الإنسان والإنسان. وهؤلاء هم الحجاج اليمنيون في بيت الله الذي جعله مثابة للناس وأمنا، يجسدون مع ملايين الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق في أسمى لوحة كونية لوحدة الإنسان والبشر وقيم الحب والإخاء والسلام، فيما توليهم وزارة الأوقاف اليمنية اعتناء خاصة بقدر استثنائية الظرف الذي تمر به اليمن. فبعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية مع اللجان الطبية والإعلامية والإرشادية ووكالات الحج والعمرة، جاء لقاء الوزير بمؤسسة الطوافة للاطلاع على الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين ومدى جاهزيتها في مشعري منى وعرفات، في إطار مساعي وزارته لجعل هذا الموسم أنموذجياً. أشاد وزير الحج والعمرة السعودي رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بالجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مما أسهمت في نجاح خططها بوقوف أكثر من 2,400,000 شخص بصعيد عرفات، مبينا أن التعاون بين الجهات الحكومية كان على مدار الساعة، وغرف العمليات المشتركة تتواصل للتأكد من توفر الخدمات للحجاج سواء كانوا في ميناء أو توفر الحملات التي تنقلهم أو توفر القطارات للصعود اليومي إلى عرفات. واستعرض معالي خلال حديثه لقناة الإخبارية السعودية جهود المملكة العربية السعودية في توفير المشروعات الإضافية لحج العام 1440 التي تسهم في تسهيل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكه، مبينا إن جهود المملكة كبيرة وتستحدث كل عام متناولا برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في شهر رمضان المبارك، إذ يحتوي على العديد من المبادرات والميزانيات التي رصدت لخدمة ضيوف الرحمن بما يزيد عن 100 مليار ريال. وأكد الدكتور بنتن إن المشروعات أسهمت بحمد الله في تسهيل أمور حجاج هذا العام، حيث ساعدت مجموعة من البنى التحتية مثل الكباري التي أنشئت في أوقات قياسية في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن الذين يتنقلون في نفس الوقت، وبرزت جهود الأجهزة الأمنية في تفويجهم وخدمتهم، والكل يسعى لأن يحصل ضيف الرحمن على الخدمة. كما وقف اليوم على صعيد عرفات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذين قدموا من 79 دولة من مختلف دول العالم، بينهم حجاج من اليمن، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج. وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وقدمت لهم مختلف احتياجاتهم من إقامة وضيافة وتوفير ماء زمزم المبارك وغير ذلك من الخدمات الجليلة التي وفرها البرنامج لضيوف الرحمن حجاج بيت الله العتيق. وجهت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن نداء طالبت فيه بتمكين الطواقم الطبية الإسعافية من الوصول إلى المناطق والأحياء لإسعاف المصابين وإخراج جثث القتلى منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر. وناشدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبا العمل على سرعة توفير المياه النقية والكهرباء وتحسين ظروف الإصحاح البيئي وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر والسماح لمن يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر أمانا، كما طالبت بتجنب القصف العشوائي للأحياء السكنية وعدم استخدامها كمتارس للعمليات المسلحة. وقالت إن عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليها إما بالمنع والصد والتقييد أو عدم وجود طرق آمنة فاقم الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان في هذه المناطق والأحياء. وطالبت الوزارة بفتح المستشفيات والمؤسسات الصحية التي أغلقت وتأمين وصول الإمدادات الطبية إليها وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من القيام بواجبهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة للإسعافية منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر. نفى المهندس عبد الله سعتر مساء يوم الجمعة ما يتم الترويج له من تغريدات تحمل اسمه حول الأحداث الجارية في عدن، وأكد المهندس سعتر في مقطع فيديو نشره على صفحته في الفيسبوك أن الصفحة منتحلة لشخصيته ولا علاقة له بها من قريب أو بعيد، منوها إلى أنه لا يمتلك أي حساب على تويتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وكانت أنت جلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هكذا يقول الراوي كما في صحيحين. والزور من أعظم الكذب، وقد كذب الكثير علي في عدة مرات، سواء في قطع برامج تلفزيونية وأخذ كلمات منها تعطي غير المعنى، أو أن ينتحلوا باسمي صفحة كما يقولون في تويتر، وليس الحساب في تويتر. وهؤلاء يكذبون كما يتنفسون، واليوم خرجوا بكذبة عن الأحداث في عدن، ولم أتكلم في تويتر ولا لي فيها تغريدة ولا عندي صفحة في تويتر. فليحذر الذين ينقلون، يحذروا من هذا الكلام، لأنهم يريدون من ورائه إثارة الفتنة. وكم كذبوا علينا وزعموا أننا أفتينا بإباحة دماء أبناء الجنوب، وكم كذبوا علينا كذبات كثيرة، إنها من مطابخ معروفة ومعلومة، وهم كاذبون. ونقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. اللهم في هذه الساعة المباركة الطيبة وفي هذه اللحظة أسألك أن تعجل بهلاك كل من كذب علي أو على غيري، كل المزورين أسألك أن تهلكهم وأن تدمرهم وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن تحفظ الصادقين. قالت مصادر حقوقية بمحافظة ذمار إن ميليشيا الإرهاب الحوثي اختطفت أكثر من 20 مدنيا من أبناء المحافظة منذ بداية أغسطس الحالي. وأكدت المصادر إن ميليشيا الحوثي اختطفت 8 مواطنين من مديرية ميفعة عنز، فيما اختطفت 3 تربويين من مديرية وصاب العالي و5 مدنيين آخرين في مدينة ذمار، كما اختطفت 2 من أبناء مديرية عتمة و1 من الحدا وآخر من جهران. وذكرت المصادر إن الميليشيا الحوثي اعتقلت الضحايا من الطرقات ومن داخل منازلهم ومقر أعمالهم، وقامت بنقلهم إلى سجون سرية تابعة لها، أهمها سجن الأمن السياسي الذي يشرف عليه المدعو الإرهابي أبو عبد الملك الشرفي وآخرون. وتمارس
ميليشيا الإرهاب الحوثية ضد المواطنين في محافظة ذمار أبشع الجرائم والانتهاكات الخطيرة بشكل يومي في ظل تجاهل وصمت المعنيين في منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية. ضاعفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجوف من معاناة النازحين في محافظة الجوف وسط مخاوف من تدفق السيول الكثيفة على مركز المحافظة. مراسلنا صالح مبخوت والتفاصيل. أمطار غزيرة شهدتها محافظة الجوف، صاحبتها رياح شديدة تسببت في تدمير بعض الممتلكات العامة والخاصة، غير أن النازحين الساكنين وسط الخيام كانوا أكثر عرضة لأضرار هذه الحادثة الطبيعية، وأصبحوا يفترشون ويلتحفون المياه. والله يا أخي اليوم جانا أمطار على ما تشوف، أمطار غزيرة، وإحنا ما يوجد لدينا إلا ما تشوف. هذه المخيمات لا توقي يعني لا من حر ولا من مطر ولا من غوبة. ناشد المنظمات وحقوق الإنسان وهذا أن ينظروا في مثل هذه الحالات. تجلت معاني الحزن والكآبة في ملامح هؤلاء الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم في منازل مهترئة لا تقوى على حمايتهم من تقلبات الطقس، فظروفهم المعيشية الصعبة جعلتهم عاجزين عن البحث على منازل أخرى أكثر أمانا. احنا من محافظة الحديدة نزحنا من هناك، وتعب النزوح قدكم عارفين كيف، فوصلنا إلى هنا إلى بيوت مهدمة وخاربة. الآن جاءت الأمطار وهدمت بيوتنا، فإن نروح الآن أصبحنا في العراء، ما بيش معنا فلوس نستأجر بيوت اللي تقينا من المطر تقينا من الريح. لا سبيل أمام هذه الأكوام المائية الناتجة عن هطول الأمطار سوى البقاء في الحفر المنتشرة داخل الشوارع والأحياء السكنية، تمهد الطريق لانتشار الأمراض والأوبئة التي ربما قد تؤدي إلى كارثة صحية محتملة في حال استمرارها لفترة طويلة. مع الأمطار الغزيرة اليوم في محافظة الجوف تسببت في وجود مياه كبيرة في المستنقعات في الحارات وكذلك أيضا على ممرات الطرقات. إن لم يتم التخلص من هذه المياه ستكون هناك كارثة وبائية ستحل خلال الأيام القادمة، ستنتشر أمراض الدفتيرية وكذلك أمراض الكوليرا وبعض الأمراض التي ينقلها البعوض. توقعات بأضرار كثيرة مادية وبشرية قد تشهدها المحافظة جراء تدفقات السيول بكثرة بعد غزارة الأمطار التي هطلت على مناطق مختلفة بالمحافظة. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف. ترتفع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بشكل لا يتناسب وطبيعة دخل المواطن اليمني، ما يجعل الحصول على أضحية العيد شيئا صعب المنال. التفاصيل في التقرير التالي. ما إن يقترب عيد الأضحى المبارك إلا وترتفع أسعار الأنعام من البهائم والماشية بشكل لافت. هنا في سوق المواشي في مدينة مأرب ارتفاع لأسعار الأغنام والأبقار وبشكل فاحش، فقد صار الحصول على أضحية للعيد شيئا صعب المنال، وتضاعفت الأسعار هذا العام أضعافا عديدة على سنوات مضت. السنين الماضية أكبر عيد يعني ما يتجاوز 100، الآن وصلت إلى 150 إلى 200 ألف. 100 ألف بالنسبة لرأس الغنم الواحد. رأس الغنم الواحد أكبر عيد يعني أكبر كبش أكبر من هذا النوع. 100 ألف. والآن 150 200 ألف. غلاء أسعار المواشي يحرم كثيرا من البسطاء فرحة استقبال العيد، ويجعل من هذه الشعيرة تتلاشى عاما بعد آخر. المواشي والبهائم التي تباع في الأسواق المحلية يزيد عن 50% منها من الثروة الحيوانية المحلية، والتي تزيد قيمتها عن سعر الثروة الحيوانية المستوردة. ليس ارتفاع الأسعار وحده ما يزعج المواطنين الباحثين عن شراء أضاحي العيد، فثمة مشاكل أخرى متعلقة بالمواشي أبرزها عدم الرقابة على الأسعار وعدم الاهتمام بالجانب الصحي لهذه المواشي. ماشي رقابة صحية، الرقابة ماشي، كل واحد يخج القبيل لأن ما وصل، كبش بمئتين وعشرة، كبش بمئتين، كبش بثمانين، كبش بسبعين، المهم لأن ما وصلت، وخش، خراج، مكسور، المقصود غلا، مصروع، مرض، كل واحد يسرع ويلا ويخش ويروح له، هذا اللي تلاعب فيه أنا، ما بش ما قانون سعر قانون ولا ذي.
ويرى آخرون أن لا أحد يستطيع ضبط الأسعار، فهي محكومة بالعرض والطلب وحسب معايير وجودة معينة لكل ماشية. حقيقة الأمر الأسعار غالية في الأضاحي، لكن من الصعب بل من المستحيل الرقابة عليها ومتابعتها، لأن الناس كل يتحكم في حلاله، والسوق ليس له ضوابط لا في الأضاحي ولا في غيرها، لكن اللي يجب التحري فيه والتدقيق اللي هو الجانب الصحي. بهذا الارتفاع المتزايد لأسعار الأضاحي سيحجم كثير من اليمنيين عن شراء أضحية العيد، فهي لا تتناسب ومتوسط دخل الفرد اليمني الذي يقدر بحوالي 100 دولار شهريا. يعزو كثيرون مرد ارتفاع أسعار البهائم والماشية إلى تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويعزو آخرون الأمر إلى الاستغلال البشع لا سيما من قبل بائعي البهائم والماشية من الثروة الحيوانية المحلية. عدنان غيلان، سهيل، محافظة مأرب. دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عدي العمل في مشروع سفلتة المدخل الغربي لمدينة عتق، والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات و840 مترا، وتنفذه مؤسسة المحسني للمقاولات بتكلفة تتجاوز 2 مليون دولار، وبتمويل من حصة المحافظة من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء. وأوضح كبير مهندس المشروع أمين اليوسفي طبيعة التصميمات الهندسية للمشروع، والذي يبلغ عرضه 60 مترا موزعة على 4 اتجاهات، خصصت 2 منها للمسار السريع، وبعرض لكل واحد منها 10 أمتار ونصف، مع جزيرة وسطية بينهما بعرض 7 أمتار، واتجاهين للخدمات وبعرض 9 أمتار تتوسطهما جزيرتان بعرض 2.5 متر لكل منهما، مع إقامة أكتاف الطريق وبعرض 5 أمتار من الجانبين. وأشاد المحافظ محمد بن عدي بجودة وحداثة التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع، مؤكدا على أهمية الاستراتيجية في تسهيل وانسياب الحركة من وإلى المدينة، ونوه بدوره في تحسين واحد من أهم وأكبر المداخل الرئيسية. بدأنا هذا اليوم تدشين المدخل الغربي للعاصمة عتق في سفلتة مداخلها. اليوم هو تدشين العمل، بداية العمل. هذا التمويل هو تمويل من حصة المحافظة من نفط العقلة قطاع استو من 20% التي وجه فيها فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وخصصها للتنمية لمحافظة شبوة. فنحن اليوم ننفذ توجيهات فخامة الرئيس ونبدأ بتدشين هذا المشروع الحيوي الهام الذي يخدم المحافظة عتق وشكلها الجمالي. اختتمت بمدينة المكلا دورات تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي ينفذه ائتلاف الخير بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أشاد مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الباقي الحوثري بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في المجال التنموي، مؤكدا أهمية التدريب المهني لإكساب المستفيدين مهنة تخفف عنهم أعباء المعيشة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. واستفاد من الدورات 45 شابا في مجالات صيانة الجوالات والتكييف والتبريد والتمديدات الكهربائية. دشنت حملة الكويت إلى جانبكم في الضالع مشروع توزيع السلل الغذائية، والذي يستهدف 2500 أسرة من الأسر النازحة والمتضررة من الحرب. يستمر دعم دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني مشروع توزيع السلل الغذائية على النازحين والمتضررين من الحرب في محافظة الضالع، واحد من مشاريع كويتية للتخفيف من معاناة اليمنيين. بدعم كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ جمعية الحكمة، استهداف 2500 أسرة، 500 أسرة في عدن من النازحين، و2000 أسرة على بعض المديريات في الضالع، حجر وقعطبة والضالع المدينة والأزارق والشعيب ومريس في عدة مناطق.
ترتيبات وجهود يبذلها القائمون على المشروع في سبيل تقديم المساعدات الغذائية ووصولها إلى المستفيدين بشكل سلس هنا في الجبارة بمريس وغيرها من مديريات المحافظة. نشكر دولة الكويت وهي دولة يعني كان سباقة في الإغاثة للشعب اليمني، ونشكرها على ما تقدمه من دعم في جميع المجالات ومنها الإغاثة بالمواد الإغاثية الغذائية، ونشكرهم جزيل الشكر. دليل الشعار الكويت بجانبكم ولم تكن أول مرة، الكويت دعمت ولا زالت تدعم، ونتوقع أنه الدعم حيزيد أكثر. وكان خلال هذا الأسبوع لجنة متواجدة من الكويت نفذت عدة مشاريع في جمعية الحكمة في تحت إشراف جمعية الحكمة اليمنية الخيرية من في عدة مراكز أو في عدة لنقول محافظات. تشكيلة مكتملة من مواد غذائية تلبي كامل احتياجات مطبخ الأسرة، لا تقتصر على الزيت والدقيق والحليب وغيرها بما يغنيها عن السوق. حيثما تكون احتياجات الشعب اليمني تكون دولة الكويت إعانات ومساعدات ملموسة هنا للنازحين شمال محافظة الضالع في منطقة مريس تحديدا. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع. دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير اليوم توزيع جهازي فحص الدم الشامل السي بي سي والأشعات التلفزيونية للمركز الصحي بالسويري بتريم ضمن مشروع توزيع الأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بحضرموت الذي تنفذه شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية باليمن بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار حملة الكويت إلى جانبكم. وأشار وكيل المحافظة بأن هذه الأجهزة الطبية نتائج جهود بذلها أهالي المنطقة والقيادات الصحية عبر فتح قنوات تواصل مع المنظمات المانحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شاكرا جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على دعمهم المتواصل والمستمر في كثير من القطاعات الخدمية. بدوره أشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون إن المشروع يأتي في إطار مشاريع حملة الكويت إلى جانبكم والتي تهدف إلى مساندة الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير اليوم مشروع توزيع 6 حضانات أو حاضنات لمواليد خدج لمستشفى تريم العام الذي تنفذه شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية باليمن بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضمن حملة الكويت بجانبكم. وأشاد وكيل المحافظة بالدور البارز الذي توليه دولة الكويت الشقيقة تجاه أبناء الشعب اليمني من خلال تنفيذ المشاريع النوعية، لافتا بأن المشروع سيسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للأطفال الخدج وحديث الولادة. فيما عبر الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي عن شكره وتقديره لشبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي في مساندتهم للشعب اليمني ووقوفهم معه من خلال دعم المشاريع المختلفة. كما أوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون إلى أن المشروع يأتي في إطار مشاريع حملة الكويت بجانبكم والتي تهدف إلى مساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا بأن الجمعية تسعى من خلال المشروع إلى المساهمة في إنقاذ حياة الأطفال. من حملة الكويت إلى جانبكم نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعودة إلى أهم عناوينها. الحجيج يبدأون النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة وأداء صلاتي العصر والظهر. الصحة توجه نداء بتمكين الطواقم الطبية من الوصول للأحياء لإسعاف المصابين في عدن. الأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة النازحين في الجوف ومناشدات بإنقاذهم. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام.
كل عام وأنتم بألف خير في أمان. We'll be right back.